والله كابتن ربيع ياسين يعني من الاخلاق اللي هي المحترمه في الانديه المصريه. قليل اول ما تلاقي ناس يعني محترم زي كابتن ربيع ياسين. راجل عارف شغله كويس، راجل متدين، راجل في الملعب يعني بيقرا الماتش كويس قوي. يمكن انا بعلق في نادي انبي وماسك الاعلام في نادي انبي، لكن هو راجل بيقعد جنبي على طول في المباريات، وبي كان بيجي مع الفرقه 2001 عشان يشوف فرقه انبي، فكان بيقعد معايا في المطوشه. صراحه راجل 10 على 10 وبيأدي مباراه قويه فعلا، وكان بيشيد باداء نادي انبي والنادي الاهلي طبعا كلاعب النادي الاهلي. لكن الكابتن ربيع ياسين يمكن من قليلين قوي اللي هم تحس ان هم فاهمين كوره، يعني هو فاهم كوره الراجل، بس ما خدش حقه. لازم كابتن ربيع ياسين ياخد حقه برده، ابن من ابناء النادي الاهلي وتاريخ طبعا الكابتن ربيع ياسين واخلاق عاليه ما فيش كلام، لكن فنيا 10 على 10 الكابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع ياسين شرف لمصر كلها مش للنادي الاهلي انه ده جه في يوم من الايام في تاريخ الكره المصريه لاعب بهذا الحجم. لعب بطولات أمم أفريقيا لمنتخب مصر، ولعب كاس عالم لفريق منتخب مصر، يعني الناس بتتغنى إنما هو في صمت ودايما ناجح. وريني لاعب من اللعيبة اللي كانت مع الكابتن ربيع ياسين سابقا، ما يعني لا مؤاخذة ما لعبش منتخب مصر وما بقاش نجم دلوقتي من الناس اللي ضموهم سابقا. وحاليا النجوم اللي هو بيضمها هتسمع عنها وتبقى ذو اسماء رنانه في يوم من الايام، لان الكابتن ربيع ما بيجاملش، وهي احلى حاجه في الكوره عدم المجامله. كابتن ربيع بيلف نجوع مصر عشان يدي كل واحد حقه. كابتن ربيع من الناس اللي هو معروف عنهم ومشهود لهم بالاخلاق الحميده، وراجل فعلا مخلص في عمله وعنده يعني خلاص في عمله، متفاني في عمله. وده مش أول مرة كابتن ربيع يمسك فريق المنتخب، قبل كده كابتن ربيع برضك مسك وعمل شغل كتير قوي، وهو ملوش نصيب. يعني هو لو ليه نصيب فعلا كان مسك المنتخب أول. كابتن ربيع استحق أقصى من ذلك، راجل مخلص ومفني ومتفاني في عمله. إن شاء الله بإذن الله هنشوف من وراه حاجة كويسة جدا في منتخب الشباب ده، ممكن نوصل بيه ان شاء الله يعدي بيه الامم الافريقيه ويعدي بيه ان شاء الله يخش في كاس العالم. ده تاريخ، واحنا يعني يمكن سننا يعني نوع على كابتن ربيع. يعني طبعا كان اسطوره في الباك ليفت طبعا، ومن الناس المحترمين اداء وخلقا، وطبعا ده الجيل الذهبي يعني للكره المصريه من الشخصيات المحترمه اللي انا شخصيا بحبها. يعني طبعا التدين الشديد اللي اكيد بينعكس على لعيب الكوره بيخليه يعني في حياته بيبقى اكيد بيسير بطريق كويس وبيمشي طريق كويس. اللياقه العاليه، لعيب منضبط، لعيب يعني على خلق، حقيقي حاجات كتيره، التدين واللياقه، لازم انه يحافظ على نفسه. وده اللي ادى انه كان وصل لفتره فترات طبعا كراجل في منتخب مصر ايام الكابتن جوهري الله يرحمه، في الفتره دي من احسن الناس الموجودين يعني.